في ظل مأزق سياسي كبير يغرق الوطن من خلال الانقسام الحاد بين الفريقين الأساسيين في الحياة السياسية اللبنانية. وسط هذه الأجواء أطل الحزب التقدمي الاشتراكي بمبادرة أساسها التخوف من وقوع فتنة مذهبية في البلد. هذه المبادرة حملها الحزب التقدمي إلى رئيس الجمهورية على أن يستكمل في المقبل من أيام جولته على القيادات السياسية. أخذنا القرار بأن نذهب إلى الجميع ونتباحث معه، وقد يكون كلام لوليد بايك في الأيام المقبلة حول هذه الأمور بشكل تفصيلي. وطبعا عندما نقول حوار بين اللبنانيين، سبق وذكرنا ونكرر ونؤكد الحوار حول كل القضايا، ليس ثمة محرمات في طرح أي موضوع من المواضيع أو أي قضية من القضايا. والحوار هو بالتحديد لكي يجلس الناس مع بعضهم البعض ولكي يتحاوروا ويتفاهموا ونبحث عن قواسم مشتركة، كيف يمكن أن نجد مخرجا من هذا المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد. لكن وسط هذا الانقسام على ما يراهن الحزب التقدمي؟ نراهن على ضميرنا وقناعتنا. عندما نرى الوضع في البلاد مقفلا إلى هذا الحد، الأفق السياسي مسدودا إلى هذا الحد، المشكلة متفاقمة إلى هذا الحد، إضافة إلى واقع اقتصادي اجتماعي خطير ومأزوم لا ينفع معه الكلام إذا كانت الحكومة الحالية مسؤولة عنه أو الحكومات السابقة ومن يتهم من. في النهاية المشكلة الاقتصادية الاجتماعية تطرق باب كل المواطنين اللبنانيين دون استثناء، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه بمنأى عنها. إذا كان كل هذه المشاكل في السياسة وهذه المشكلة الاقتصادية الاجتماعية إلى جانبها لا تحرك فينا شعورا بضرورة التحرك، اسمح لي أقول لك البلد رايح على كارثة. نحن نشعر بضرورة فعل شيء ما، لا ندعي أننا وحدنا نستطيع أن نفعل هذا الشيء، لكن علينا أن نذهب إلى الآخرين، أن نقول للآخرين تعالوا لنتحاور لنتشاور. تطرح كل الأمور بدون كما قلت محرمات، كل الأمور. إذا كان أصبح مستحيلا الوصول إلى حد أدنى من التفاهم بين اللبنانيين، يعني على الدنيا السلام. على